السلام عليكم، أنا محمد الأحمر من لبنان، حاصل على ماجستير بالإعلام، كمان إجازة بالإخراج السينمائي، أستاذ محاضر بعدة مواد منها كتابة السيناريو والتصوير السينمائي وأيضا مادة الفيلم الوثائقي واللي هي المادة اللي رح نترافق فيها أنا وياكم خلال الفترة القادمة. عادة بحياتنا كل شخص بياخد صورة له أو لأحبابه أو لقرايبه بهدف توثيق هيدا اللحظة المهمة ونظرا للسعادة اللي بيكون مارق فيها أو نظرا لأهمية هيدا الصورة. من هون بينت أهمية الفيلم الوثائقي اللي هو من خلال هيدا الأفلام نحن نستطيع نوثق حدث مهم أو نحكي عن شخصية مهمة أو حتى نقدر نحكي عن مكان مهم مثل الأثار أو حيلا شغلة مهمة بحياتنا منوثقها من خلال التواريخ ومن خلال إبراز أهمية هيدا الأشياء. لتتعرفوا أكثر على مادة الفيلم الوثائقي رح كون أنا ناطركن ابتداءً من 15 نوفمبر.